سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا والناموس. يزيد الجهني يتواصل بالشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب وأجمل التحية في هذا الشوط الرابع الخاص بالقعدان الجدعان من مسافة 4 كيلومترات في هذا اليوم، اليوم 9 من شهر سبتمبر لعام 2013. يشهد منافسات أشواط المفتوحة، الرحلة هي 4 كيلومترات. مشاهدينا الأعزاء، ها هي لحظاتنا وننطلق مع مقدمة الشوط والمركز الأول. يا سلام، ننطلق مع مقدمة الشوط ومع مبعد تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق مع مبعد في هذه اللحظات. ناخذ المركز الثاني، المركز الثاني عجلان اللي واصل على المركز الثاني، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر الصاعد هنا حمد بن حلفان المري. يا السلام، أطلقوا عليها المحللين الواعد. يا السلام يا السلام، هنا حمد بن علي بن حلفان المري. يا السلام، ناخذ المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث، ومن ينطلق مع شاهين أو بارود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، الوهيبي بن عبد الله الوهيبي أيضا ينطلق بهذه الأشواط المفتوحة مع اسم بارود. يا السلام، المركز الرابع، المركز الرابع، الله الرامي، الرامي اللي قادم في هذه اللحظات إلى سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمضمر هو سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التغمير. يا السلام، المركز الخامس، المركز الخامس، السعدي، السعدي اللي واصل في هذه اللحظات، تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. هكذا أنهينا هذا النداء، ولنا عودة مع مقدمة الشوط. يا سلام يا مبعد، مبعد مبعد مبعد، اسم على مسمى بالفعل، أبعد على المشاركين وينطلق وفارق فارق ما بينه وبين المركز الثاني. مبعد تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا السلام، المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق مع المنعطف الأخير ويباعد المسيرة ويباعد المسافة في هذه اللحظات، وهو قائدا للمجموعة. ناخذ المركز الثاني، اللي واصل في هذه اللحظات عجلان عجلان عجلان، ولا تستعجل يا بن حلفان، الصاعد والواعد بالفعل، اسم على مسمى وعجلان، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، الصاعد حمد بن علي بن حلفان المري اللي قادم ويقتحم هذا الموسم بمشاركته مع أشواطنا المفتوحة. المركز الثالث اللي قادم، السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، دير بالك يا بن حلفان، أنت محاصر من الأمام ومن الخلف. يا السلام، مع العملاق، مع عملاق في التضمير، مع خبرة في الرموز. يا السلام، المركز الرابع، ناخذ الريان، الريان، ويا قناة الريان ارصدي الريان، الريان اللي قادم، اسم يعرفه الجميع، اسم يعرفه الجميع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي. ناخذ المركز الخامس، القحيدي ايضا لنفس الشعار ومع نفس المضمر، ولكن الى مبعد، وها هو الكيلومتر الاخير، اهو الكيلومتر الخطير، مبعد وهذا الموقف الحساس، مبعد وهذا الموقف الخطير، مبعد والعصاب الابطان، مبعد ينطلق ينطلق ينطلق، وكلاهما لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. عجلان اللي قادم، عجلان اللي واصل مع الناشئ في التم، مع الناشئ بأشواطنا المفتوحة حمد بن علي بن حلفان. يا السلام يا السلام، اللي قادم عجلان في هذه اللحظات، في هذه اللحظات ينتزع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، ويتجاوز 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 المركز الأول.
الأول وينطلق ويودع إلى الناموس، إلى الناموس بدون أي تعليمات ولا أوامر. يا سلام، ذهب عجلان، ذهب عجلان إلى الفوز والانتصار لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. التهنية موصولة، التهنية موصولة للصاعد والواعد إلى يصعد، يصعد لكي يصعد إلى الفوز والانتصار وإلى منصات التتويج. حمد بن علي بن حلفان المري، تهانينا له على هذا الإنجاز، تهانينا له على هذا الإنجاز، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر الصاعد حمد بن علي بن حلفان المري. هذه لحظة الوصول، المركز الثاني كان من نصيب مبعد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. في المركز الثالث كان هناك الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومبعد والريان يضمنهم سلطان بن محمد الوهيبي. في المركز الرابع الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وفي المركز الخامس كان هناك السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهني موصول لسلطان بن محمد الوهيبي. هذه لحظات الوصول، ولحظات الوصول، وصول عجلان، توقيت عجلان 6:16:54 جزء من الثانية. تهاني وناموس لحمد بن علي بن حلفان. في المركز الثاني كان هناك مبعد اللي وصل أيضا بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر، تهانينا لمالك سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. التوقيت الزمني 6:23 72 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الريان واصلا في المركز الثالث، والريان أيضا مملوك سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. توقيت المركز الثالث الريان 6:32 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. مشاهدينا الكرام، انطلاقة جديدة.